طب وربنا كنت جيت لك المنزله ماشي. طريق المنزله ما يتوهش يا تحيه، انت بس اللي مش عايزه تزورينا. ربنا عالم بالحال والظروف يا خال. كان نفسنا نشوف الباشا جوزك. وهو كمان والله كان نفسه يشوفكم، بس نعمل ايه؟ جاله شغل في اسكندريه سافر الصبح. ان شاء الله بكره تتغدوا معانا وتتعرفوا على الباشا. لا 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 بكره ده ايه؟ طالما شفناك وبركه ان انت بألف خير يبقى خلاص بقى نمشي النهارده بقى. لا 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 ده كلام برضو، هو احنا لسه شبعنا منكم؟ ما تيجي معانا كام يوم يا فاطمه اهو تغيري جو في المنزل. والله المنزله وحشاني قوي، بس سيب تحيه. تحيه؟ هي تحيه لسه صغيره. تحيه بسم الله ما شاء الله بقت قد الدنيا بحالها. ونبي يا اختي تقومي معانا تقعدي لك كام يوم نشبع منك، حلفتك برسول الله لا تقومي. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. انا مرات خالي بحبها يام، لسانها بينقط سكر وهبقى مطمنه عليكي وانت عندها. قضي عندها يومين ثلاثه وهبعت السواق يجيبك. اسلم فمك يا تحيه. الامر لله. وبالمره بقى روح اسماعيليه اطمن على اختك وعيالها. دي وحشاني قوي يام، نفسي اشوفها قوي يام. بيقولي فاطمه اختي تيجي وتجيب عيالها معاها، اصلهم وحشيني قوي. وحشوني قوي، بالذات البت نجات دي، من اول ما اتولدت كل ما ابص في وشها كاني شفتك يا تحيه. ربنا يخليهم لها ويبارك لها فيهم، ده هم دول اللي هي طلعت بيهم من الدنيا. عقبال ما اشيل عيالك يا ضنايا. امين ياما. امال فين جمالاك؟ الله يبارك لها، جهزت لنا الفطار وطلعت تكمل نوم. ما تقومي يا فاطمه تجهزي هدومك، خلينا نتوكل على الله. من بدري كده نملك وقتنا بدري احسن، ما حدش عارف الطريق فيه ايه. السلام امانه يا خال، سلمولي على كل اللي في الاسماعيليه والمنزله. اخد جمالك معايا؟ عندنا شغل ياما، وبعدين يرضيكي تسيبيني لوحدي؟ انا هاخدها تقعد عندي الكام يوم دول، وهتبقى ترجع لما تيجي انت بالسلام. ها طمنيني، اخبار الباشا ايه؟ في اسكندريه من الصبح. يرجع بالسلامه ان شاء الله. شوفي بقى يا ستي، نخش في الشغل بقى. انا جايب لك دور مهم قوي في مسرحيه لنجيب الريحاني. الريحاني حته واحده؟ ده انا بتفرج عليه بتخض. اقوم امثل قدامه؟ سبحان الله العلي العظيم يا ستي، اذا كان هو عايزك تمثلي قدامه. بعدين التمثيل مع الريحاني ده متعه، ده ممثل ذو عبقريه خاصه. هو بصراحة حلم، لكن حلم يخض. وبعدين دي مسرحية. مسرحية؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني عايزة مجهود وبروفات. يا سلام، طب ما انت طول عمرك غاوية شغل. ما انا ما عنديش وقت، ده انا كل يوم عندي ثلاث نمر، ده غير الافراح والحفلات اللي ما ينفعش اصلا ارفضها. اجيب وقت منين بس؟ قصدك ايه يا ست تروح؟ يعني بصراحة أنت علمتني لما أدخل موضوع لازم أبقى قد وقدود، ومسألة المسرح دي محتاجة وقت وتفرغ. أنا شايفة إن احنا نأجل مسألة المسرح دي شوية، بس بصراحة خايفة إنك تزعل مني. بالعكس يا توحة، أنا لا يمكن أزعل منك أبداً. أنا دلوقتي بس اتأكدت إنك اتعلمتي خلاص، إنك لما هتخشي حاجة هتنجحي فيها بجد. ياه، ده أنت كده ريحتني بشكل، ده أنا كنت قلقانة موت إن أنت تزعل. طب يا رب بقى لما تقول للاستاذ نجيب الريحاني ما يزعلش هو كمان. لا 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 لا، نجيب لا يمكن يزعل منك ابدا. نجيب فنان كويس عشان هو كمان عقله كبير. ادخل. مش عارف اشوفك، قلت اشوفك هنا. مفاجأة جميلة زيك حبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا آسفة، حقيقي أنا آسفة، بجد مكسوفة منك أوي. كان نفسي أقعد معاك بس كنت ميتة ومهدودة من التعب. ما تزعلش مني، حقك عليا. حصل خير. المهم بقى، هشوف حاجة حلوة ولا أروح أسهر في صالة تانية؟ هو أنت تقدر؟ ده أنا كنت موتك. إيه رأيك بقى النهاردة أنا هرقص رقص ما رقصتوش في عمري كله عشان خاطر عيون حبيبي، بس الرقص اللي كان مش هنا في البيت. مالك يا فريدة؟ مخنوقة.
ايه اللي مضايقك؟ مفيش حاجة بسطاني. ليه بتقولي كده؟ زهقانة قوي. جلالتك بقالك فترة متغير، كل ليلة تقريبا ما بترجعش غير وش الصبح. شغل يا فريدة، شغل. جلالة الملك ناسي ان انا ملك، ملك مصر، وكل كبيرة وصغيرة مسؤولة مني انا. انا بحب البلد دي زيك، عفوا يمكن اكتر منك، ولو مصالح البلد هي اللي شغلاك صدقني هشجع جلالتك. قصدك ايه؟ قصدي انت فاهمه يا فاروق. فاروق انت ملك، مش مهم عشاني، المهم عشان صورتك قدام شعبك. مالها صورتي يا جلالة الملكة؟ انا شعبي بيحبني وانا متأكد من كده لحد دلوقتي يمكن، لكن بعد كده ما اعتقدش. مش انت اللي هتقيمي علاقتي بشعبي وادارتي بالبلاد، فاهمه؟ شفت بقى، شفت بقى ان جلالتك اتغيرت. بعد اذنك. ايه يا قمر، هو احنا ما نشبهش ولا ايه؟ انا مش عارفه يا حبيبي، انت مكبر الموضوع قوي كده. الموضوع كبير يا هانم، انا شكلي في الصاله كان زفت. طب ايه رايك ده انت كنت شكلك زي انا ما بهزرش. طب اعمل ايه بس؟ ارضيك ازاي؟ واحد سكران وقال كلمتين. انت عارف الاشكال دي في الصاله، لو واحد فيهم قل ادبه ما بيلاقيش عندي غير الجزمه. بس صدقني صدقني انا رعيت وجودك. لو عايزه تراعي وجودي صحيح، بلاش الشغلانه دي. طب اهدى يا روحي ونتكلم الصبح. انا هادي. حبيبي بيغير عليا؟ مش مساله غيره، مساله كرامه. ما بقاش محمد باشا سلطان ومراتي كده. يعني ايه مراتك كده؟ معقول تكون قاصد تهني؟ أنا بحافظ عليكي لأن كرامتك من كرامتي. وأنا ما هنتش كرامتك ولا أقدر أهين كرامتي. أنت محمد باشا سلطان وما قدرتش تمسك إيدي غير في الحلال، وما اتجوزتنيش غير لما عرفت وتأكدت كويس أوي أنا إيه. يبقى من فضلك بلاش تجيب. أنا ما قصدتش اللي فهمتيه. خلاص، يبقى نأجل الكلام ده للصبح قبل الجرح اللي بيني وبينك ما يوسع وما نقدرش نداويه. تصبح على خير. ليش يا سليمان بيه؟ كنت عايزني في ايه؟ اولا يا ستي علشان اعدك، لان بقالي اكتر من شهر ما شفتكيش. مشغوله والله غصب عني، ما انت عارف انا طول الوقت بره، يعني كل ما بلاقي وقت فاضي لازم اقضيه في البيت. كان الله في العون. ثانيا بقى وده الاهم، حضرتك هترقصي قدام الملك. ايه؟ انا مش مصدقه نفسي. معقول؟ امال ترقصي قدام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق الأول ملك مصر والسودان. خبر حلو يا وش الخير.
هيعمل الحفله بتاعته في قصر محمد علي في شبرا، وهيحضروا ناس اكابر كتير قوي. ده كفايه ان فيها الملك. لا وايه كمان؟ الملكه فريده هتكون موجوده في الحفله. يا رب الفرحه تكمل وما تكونش حماتها فيها. لا ما تخافيش، الملكه نازلي فعلا مش هتبقى موجوده، لانها موجوده في مرسى مطروح. يلا تروح ما ترجع. بس بقول لك ايه؟ انا عايزك تحضري نفسك كويس قوي للحفله دي، وخلي بالك الحفله يوم الخميس الجاي. يا حلاوتك يا سليمان بيه، يا حلاوتك. ايه في حاجه في الصاله؟ مفيش حاجه يا ماما. النمره اللي بعد كده مين؟ اسماعيل ياسين. الملك شكلك متضايق كده ليه؟ عرفتي ان توحه هترقص قدام الملك؟ بجد؟ امتى الكلام ده؟ يوم الخميس اللي جاي في قصر محمد علي. ياه البت توحه كانت محتاجه الخطوه دي. رقصها قدام الملك هيديها دفعه تثبت بيها نفسها. البت توحه دي تستاهل اكتر من كده. ماما هو انت بتحبي توحه اكتر مني؟ لا يا حبيبتي طبعا، انت ليه بتقولي كده؟ تصرفاتك وتشجيعك ليها دايما. انت حاجه وتوحه حاجه تانيه. ما انا حاولت كتير ان اعمل منك بديعه مصابني، لكن انت ما ساعدتنيش. بس توحة قدرت تحقق ده. أنا بشوف توحة نفسي. بس أنت بنتي حبيبتي اللي عايشة جوايا طول عمري. أنا هعمل حفلة في اسكندرية بمناسبة المشروع الجديد اللي هعمله هناك. ألف مبروك عليك يا روحي. الله يبارك فيكي. الحفلة دي حاضرها ناس كبار وطبعاً أنت هتبقى معايا. طبعاً طبعاً يا حبيبي. فرصة نغير جو ونقعد يومين في اسكندرية. محمد ممكن كفاية يوم واحد عشان عندي شغل كتير قوي الأسبوع ده. خلاص يا توحة نخليها يوم. نبات ونرجع الجمعة على طول. ايه ده؟ هو الحفلة دي هتبقى يوم الخميس؟ ايوه الخميس الجاي. اصل انا عندي شغل مهم قوي يوم الخميس. يعني ايه شغل مهم؟ بتهيألي مفيش حاجة عندك أهم من جوزك. دي حفلة حاضرها الملك. برافو، تحية. انت كنت هايلة. جلالة الملك والملكة فريدة كانوا مبسوطين منك قوي خالص. حسنين باشا وكل البشوات، وعلى فكرة انا عيني ما اتشالتش من عليهم طول الحفلة، كانوا هيتهبلوا عليكي. البركة في ربنا وفيك، ربنا يخليك لي يا رب. عارف انا نفسي في ايه دلوقتي؟ ايه؟ نفسي اسلم على الملك قوي. طب ايه رأيك بقى ان الملك نفسه طلب اني اقابلك؟ انت بتتكلم بجد يا سليمان بيه؟ لسه حسنين باشا حالا دلوقتي مبلغني بالموضوع ده. يلا يلا اوام اوام، غير هدومك عشان نروح نعمل. الملكه فريده هتكون معاه؟ لا، الملك دلوقتي قاعد في ركن الشيشه البلدي. مساء الخير يا جلالة الملك. اهلا اهلا يا تحية، كنت هايلة النهارده. متشكرة قوي قوي جلالتك، دي شهادة عظيمة اعتز بيها العمر كله. عرفت انك رقصتي متبرعة في الحفلة. وهو ينفع برضو اخد فلوس في حفلة جلالتك حاضرها؟ كلنا في خدمة مولاي. عظيم تحية، عظيم. حسنين باشا، امر مولاي. تقدم شكل تحيه ل 50 جنيه. تحت امر جلالتك.
أنا متشكرة قوي قوي لكرم مولاي. أنا أحب الفن والفنانين قوي يا كرم. تقدري تتفضلي دلوقتي. بعد إذن جلالتك.